حصاد الجنوب، أهلا بكم. اطلع محافظ العاصمة عدن أحمد لملس خلال لقائه مدير مستشفى الصداقة التعليمي الدكتور كفاية الجازعي اليوم على سير العمل في المستشفى، مؤكدا حرصه على تذليل أي صعوبات تواجه إدارته. دعت اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي في اجتماع لها اليوم حكومة المناصفة إلى إجراء إصلاحات عاجلة لإنعاش الوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين والإسراع في إيجاد الحلول للخدمات، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء. وجه محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض بن الوزير الجهات المختصة بتكثيف الجهود الأمنية وعمليات مراقبة ورصد وضبط مروجي ومهربي المواد المخدرة ورفع اليقظة في العمليات التفتيشية بالنقاط الأمنية للحد من انتشارها في أوساط المجتمع. وقعت إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور بالعاصمة عدن اليوم عقد مشروع صيانة الخط الدائري بمدينة الحبيلين في محافظة لحج. ورياضيا، أعلن نادي تلال الرياضي الثقافي الاثنين في مقر النادي توقيع عقد رعاية جديدة لفريق الكروي الأول بالنادي مع شركة جريل المكيفات لمدة 3 سنوات. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.